هرجع لك تاني. داليا، انت بالنسبه لك الرئيس المعزول النهارده وهو يمثل امام هيئه المحكمه اللي هي محكمه مصريه تنظر قضيه ضد مواطن مصري برتبه او بوظيفه رئيس سابق، واخده بالك ازاي؟ هل شعرتي ان محمد مرسي امتثل ويعترف بشرعيه هذا المكان وشرعيه هذه المحاكمه وشرعيه الاجراءات؟ شوف يا استاذ معتز، هقول لحضرتك على حاجه. مبدئيا النهارده احنا ما سمعناش صوت محمد مرسي خالص، يعني ما اقدرش اقول وجهه نظره وايه بالظبط، لكن اقدر احلل تصرفاته النهارده بشكل عام. هو النهارده ما اتكلمش مع المحكمه الا مره واحده بس، المحكمه سمحت له في نهايه الجلسه وقبل نهايه الجلسه بدقائق ان هو يتكلم. المحكمه سمعته، قال ان هو عايز يعلق على كلام النيابه، وده معناه بين قوسين ان هو سامع اللي بيدور في الجلسه طبعا. ويعلق على كلام الاستاذ ابراهيم صالح. الاستاذ ابراهيم صالح ده وكيل النيابه، المفروض كان بيحقق مع محمد مرسي، المحامي العام هو المحامي العام وهو رئيس النيابه اللي حقق في هذه القضيه، واللي حقق مع مرسي، حقق معاه هو شخصيا، الحاجه الثانيه بقى ده معناه بالنسبه لك مؤشر على ان هو بيتواصل ويتفاعل وعايز يرد، يعني ده في نوع من الامتثال. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها انه مرسي النهارده بشكل عام اداؤه برده اختلف عن كل الجلسات اللي احنا يعني شفناه فيها قبل كده. قبل كده كان صاخب جدا، كان صاخب ومتوتر، ويعني كان بيتصرف كانه فاقد التوازن. النهارده الموضوع كان مختلف تماما، النهارده كان هادي جدا، كان واقف طول الجلسه، منصت طول الجلسه بيسمع، وكان احيانا بيتبادل الحوار كده مع اسعد شيخه واحمد عبد العاطي، وده كان يعني ده برضو حصل على مدار الجلسه. خليني اقول مين اللي كان موجود في قفص الاتهام. كان موجود النهارده جمال صابر. اكمل طيب جزئيه مرسي، اقول لحضرتك تحليلي في الجزئيه دي او رايي او اللي انا شفته النهارده، انه محمد مرسي في كل الجلسات اللي فاتت او تحديدا الجلسه اللي فاتت اللي كان اداؤه فيها صاخب جدا، كان بقاله شهرين ما ظهرش على الناس. بقاله شهرين ما قابلش حد وما شافش حد وما بيتكلمش مع حد، فكانت فرصه بالنسبه له انه يخرج كل الكبت اللي جواه على مدار الشهرين ونص اللي فاتوا. الحاجه الثانيه فكره القفص الزجاجي كمان يمكن كانت عامله له توتر النهارده، هو احتمال يكون اعتاد موضوع القفص ده او اتعود عليه او بقى بالنسبه له شيء مألوف نوعا ما، علشان كده كان هادي جدا وما حاولش ان هو يثير الصخب زي ما كان بيحصل. حضرتك سالتني مين كان موجود في القفص، كان موجود هذه القضيه يحاكم فيها محمد مرسي ومعه قيادات من الإخوان ومسؤولين سابقين في الرئاسة وهكذا. مظبوط. في أيام الإخوان يعني. مظبوط. مسؤولين الرئاسة طبعا أبرزهم أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي، وكان الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي وجمال صابر، وليد أيمن عبد الرؤوف كمان أيمن عبد الرؤوف مساعد الرئيس. القضية دي فيها 15 متهم، بينهم 7 بره السجن هربانين يعني لسه، وبالتالي فاللي كان موجود النهارده في المحكمه هم 8، 7 ومحمد مرسي. عايزه اسفه جدا، عايزه اكمل بس ملاحظاتي. هرجع لك يا وليد فيما يتعلق بالمتهمين. محمد البلتاجي طبعا المتهمين النهارده كلهم كانوا مدين ظهرهم للمحكمه طول الجلسه بشكل واضح، يعني جوه القفص ومدين بما فيهم الرئيس المعزول. لا، الرئيس المعزول كان مدي وشه للمحكمه، واحيانا زي ما قلت لحضرتك بيتبادل الحوار مع احمد ايمن عبد العاطي واسعد شيخ. خليني اقول لحضرتك تصرفات المتهمين او اهم اللي حصل يعني جوه القفص النهارده. البلتاجي كان هادي جدا طول الجلسه، رفع بس اشاره رابعه في البدايه كده وهو اول ما دخل، اتكلم مع المحكمه، هو الوحيد اللي اتكلم مع المحكمه النهارده، وقال لرئيس المحكمه نصا انا احنا قاعدين في القفص مش سامعين ايه اللي بيدور، انت بتفتح علينا الصوت وقت ما انت عايز، لكن احنا في وادي وانت في وادي اخر، احنا في محكمه وانت في محكمه ثانيه. عصام العريان عمل برضو حاجة غريبة، ان هو صلى قبل الصلاة بمعادها بكتير، صلى في اثناء ما الجلسة دايرة. احتمال يكون تصرفاتهم النهاردة بتحمل معنى انه هم فعلا مش سامعين، مش عارفة هل ده اداء هم بيأدوه ولا فعلا هم مش سامعين. جمال صابر طبعا لازال رافع شعار انا مش معاهم، طول الوقت مدي وشه للمحكمة، منصت باهتمام شديد لكل اللي بيدور جوه المحكمة، بيتابع الفيديوهات اللي بتتعرض طول الوقت، حتى كان بيتعامل مع المحامي بتاعه بالإشارة اللي هو عايز يوضح حاجات، عايز يتكلم في حاجات. فالمتهمين أدائهم النهاردة اختلف، يعني تفاوت من واحد للتاني. طيب. أسفل المقاطعة.